العظيم يا رب. بتعمل كده ليه؟ مش عارف، انت بتسألني؟ ما هي ناقصة اصلا. مالك يا حبيبتي ما بتاكليش ليه؟ ما تقولها حاجة يا كراكيلي، شكلها خايفة منك. هي اللي خايفة مني؟ يا صباح الخير. صباح النور. كل ده نوم؟ نوم ايه بس؟ انا ما نمتش خالص. الله، مين القمر دي؟ دي صاحبة زيزو. صاحبته في المدرسة؟ هو حضرتك من ساعة ما جيت راح هو مدارس؟ لا يا بابا، اصل زيزو لقاها امبارح بالليل على باب القصر، كنت عمالة تعيط وشكلها تايهة يا حبة عيني. بقول لك يا زيزو، انا بسيبك تروح تلعب معاهم عادي، بس تجيبهم وتيجي هنا؟ لا. ما شاء الله، الحلق ده حلو قوي. ايه ده؟ امال فين الفردة التانية؟ تلاقيه وقع منها ولا حاجة. هو انت يا حبيبتي بابا وماما فين؟ طب انتوا ساكنين فين؟ اه شفت بقى. طب تعرفي حد من اللي في الصور دي؟ انسى. يبقى بتتكلمش من امبارح، لو كانوا ناخدها ونرميها بره القصر. ايه 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 ايه، البنت شكلها مخضوضة بالراحة. هي اللي مخضوضة؟ زيزو طيب يعني هي خرصة؟ ما اتكلمت معاها وقالت لي اسمها. قالت لك اسمها ايه؟ اسمها روح. الاسم ده مش صريح شوية؟ ده اسم جميل وحتى ليه مغزى. ايه ده؟ اتفضل اقرا. لا معلش، اصل انا لسه صاحي من النوم وعيني وجعاني قوي ومش قادر اقرا. هو الجواب ده فيه ايه؟ ده جواب من البنك، القرض اللي انت ما بتسددش اقساطه. هو انت هتفضل كده لحد ما يحجزوا على الفيلا؟ هو احنا علينا كام قسط؟ ده ايه البرود اللي انت فيه ده؟ واسمها انت عليك كام قسط مش احنا؟ ما انا وانت واحد يا حبيبتي. وبعدين انا شايف ان انت تسددي الاقساط قبل ما يحجزوا على الفيلا اللي عايش فيها بناتنا. انا بجد مش قادره اصدق اللي انت بتقوله. وبعدين انا هدفع منين؟ هم ال 14 مليون خلصوا. 14 مليون بتوع ايه؟ ال 14 مليون بتوعك وال 120 بتوع كريم. يعني عرفت؟ يعني حقيقي؟ ايوه حقيقي. عايز ايه بقى؟ هو انا اللي اخدت القرض ده وكدبت عشان اسدده دلوقتي؟ انت كمان كدبتي عليا وما قلتليش ان انت ورثتي 14 مليون جنيه. وانت عايز تعرف ليه؟ عشان يضيعوا زي اللي ضاعوا قبلهم؟ انت بتعايريني؟ رامي مش وقته خالص الكلام ده. انت دلوقتي لازم تشوف حل في موضوع القرض اللي اخدته على الفيلا ده، وبعدها بقى نبقى نتكلم. انت بتتكلمي صح، انا فعلا لازم اشوف حل. عايزين نروح للاستاذ الهام عشان نشوفه عمل ايه في الورق، وبالمره نعرف منه اسم نظر المزرعه عشان نروح نجيبه من قفاه. وايه علاقه الورق بقى بنظر المزرعه؟ اهو نروح لإلهام عشان يدلنا على اي حاجه. لا انا تعبت من المشاوير دي بصراحه. ما هو يا نروح له يا ننزل ندور في اوضه فتحيه. لا احنا نروح للاستاذ الهام. وهو يعني اشتغل ايه في الكام سنه دول يخلي عندكم الفلوس دي كلها؟ العقارات يا بابا، اصل شغل العقارات ده بسم الله ما شاء الله بيكسب ذهب. العقارات؟ وهو الشغل في العقارات يخليكوا تعيشوا في قصر زي ده وفي العز ده كله في الكام سنه القليلين دول؟ ما شاء الله يا شفيق، ما هو كله ليها ولزيزو، ما هو كراكيري مالوش حد، ده مقطوع من شجره. ما هي دي المشكله، ما هو ده اللي ما كانش عاجبني من الاول. تاني يا شفيق، هنعيد الموضوع ده تاني؟ بقولك ايه، انا بتكلم انا وبنتي، انت بتتدخلي ليه في الموضوع؟ زيزو زيزو. بسم الله الرحمن الرحيم.